فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي لا ينكر المنكر، نعم، هل الذي لا ينكر المنكر يعتبر غير مسلم أم ناقص الإيمان؟ إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، بقلبه كله ماشي عنده، المنكر وغيره هذا ليس بمسلم، يعني يستوي عنده المسلم والكافر والإيمان والكفر، يقول كله ماشي وكله كلهم بنو آدم، هذا لا شك أنه كافر، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.